السلام عليكم، كيفكم إخواني الكرام؟ معكم الدكتور طلال نقار. ما بعرف إذا كان صوتي مسموع بشكل جيد، خليني بس أضبط الشاشة. أنا عم شوفكم اللابتوب وعم أخذ الصورة بالكاميرا، بس خليني أشوف. برحب فيكم اخواني الكرام، بتشكر الاخوه القائمين على صفحه سماعه حكيم، اتاحوا لي الفرصه اتواصل معكم. هذه المره الثانيه بظهر معاهم بهذه الصفحه الكريمه. اظني ظهرت للمره الاولى بشهر اذار الماضي، كانت بدايه ازمه الكورونا عالميا، خلينا نقول مش عالميا بس كانت بوقتها كانت ضربتها بامريكا وباوروبا. كان بعدها بسوريا في حكي كثير عن الموضوع اذا بتتذكروا. أنا عم أقرأ من الكمبيوتر صراحة، تمام ما شاء الله جزاكم الله خيرا. فوقتها كان في حكي كتير وتحاولنا، أنا بتذكر أنا عملت لقاء لصفحة سماعة حكيم، عملوا لقاءات مع كتير زملاء لرفع التوعية للناس للمرض اللي ما نشايفينه بعد. يعني نحن بشهر أو بسوريا بشهر آذار ربما كان في حالات محدودة، 10 حالات، حالتين، الله أعلم شو كان، بس ما كان المرض ظاهر بالمجتمع. ربما كان في حالات مخفية بس ما كان المرض ظاهر بالمجتمع. الشيء اللي كنت أحكيه مع زملائي هون بأمريكا، حتى لو كان في حالات لا عرضية بس على الأقل نحن نعرف أن الناس ما كانت عم تموت بالعشرات بهذيك الأيام. للأسف بهالأربع خمس شهور الماضيات المرض وصل لسوريا وانتشر، حاليا ربما منتشر بدمشق أكثر شيء وبحلب، بقية المحافظات موجود بس نسبة المرضى يبدو ما هي بنفس الشدة. عم نسمع يوميا عشرات الوفيات بدمشق بحلب، كثير أطباء زملاء أطباء ودعونا، الله يرحمهم جميعا ويتقبلهم. الموضوع صار خطير حقيقة، ما عاد يعني ما في، أنا ما أظن بهالمحاضرة أرفع الوعي أكثر من اللي حاولنا فيه، ربما هو تذكير. أنا راح أتجنب الحكي عن الكورونا بشكل مباشر وبعتذر عن الإجابة عن أي سؤال بيتعلق بهذا المرض. أظن في كثير زملاء قبلي شاركوا بجلسات وحوارات وأظنكم سألتوهم عن العلاجات المتوافرة وعن شو هو الشيء الممكن حاليا وشو هو الممكن. أنا رح أتطرق لقضية جزئية بعلاج مرضى الكورونا، علاج مرضى الحالات المتوسطة وعلاج مرضى الحالات الشديدة، نوعا ما خلينا نقول المتوسطة إلى الشديدة، يلي هن ما بيقدروا يلاقوا مكان بالمستشفى وبالتالي عندهم نقص أكسجين فهن مضطرين للعلاج بالأكسجين. عادة هي المحاضرة كنا نحن أو هذا الموضوع عادة هو موضوع تخصصي، بنوجهه الخطاب للأطباء وللتمريض، كيف هي أصول العلاج بالأكسجين، شو هو الشيء لازم ننتبه عليه. يعني الأكسجين هو دواء بالنهاية، ما هو شغلة فقط تحط المريض على هواء وخلاص، هو دواء. فهذا الدواء له أصول للعلاج فيه، كيف هي شو هي أصول العلاج بالأكسجين، هذا هو المعول عليه أو هذا هو اللي عم حاول ركز عليه. عم اتوجه بخطابي للعوام لأني أنا عارف أنه حاليا أو أنا متأكد وعم يوصلني يوميا رسائل من الزملاء ومن الأخوة الأعزاء بسوريا وبغير سوريا أنهم عم يعالجوا المرضى بالبيوت، ما عم يقدروا يلاقوا مكان بالمستشفى أو ما عم يروحوا للمستشفى لسبب أو لآخر. أنا رح احكي مقدمة، انا عم شوف التعليقات من الفيسبوك من خلال اللابتوب، فاذا حدا عنده اي سؤال عن هالموضوع بيقدر يسألني او يكتب تعليقه. بالمقابل انا رح ابدأ بنقاش الموضوع. هلا رح بس في سؤال عم تسأل الاخت هالة، انه اول الاصابة بكورونا بيصير ضيقة نفس، كيف نعالج ضيقة النفس بالبيت؟ هلا مش كل حالات الكورونا بتساوي ضيقة نفس، نحن بنعرف ان الكورونا بمعظم حالاته هو غير عرضي او خفيف، حالات قليلة جدا حيكون حالات بتؤدي لنقص بالاكسجين بتساوي ضيقة بالتنفس وارتشاحات بالرئة، بمعنى اخر الرئة ما بتكون سليمة، بيصير نوع من الالتهاب الرئوي، هذا الالتهاب الرئوي بيتطلب علاج بالاكسجين اضافة للعلاجات الثانية اللي هي بمعظمها علاجات رافعة للمناعة او علاجات داعمة للمناعة، لان للاسف لهلا ما توصلنا لعلاج حقيقي لمرض او فيروس الكورونا. علاج ضيقة التنفس اني انا
علاج الأكسجين، إذا في نقص بالأكسجين ما هو هذا هو عنوان محاضرتي، إذا كان في نقص بالأكسجين إني أنا أعطي أكسجين إضافي. هلأ في نقطة بدي نبه عليها، أنه للأسف كتير ناس لما بتقدم المريض أو خاصة غير الأطباء أو غير الخارجين من الحقل الطبي أصلا ما هن ممارسين أطباء أو تمريض، أنه هن بيحكوا أنه المريض على تنفس صناعي. التنفس الصناعي حقيقة هو لما بنقول تنفس صناعي نحن كأطباء فنحن نقصد جهاز التنفس الصناعي اللي هو بنحط عبر أنبوب، هذا الأنبوب بيدخل بالفم بيدخل إلى الطرق الهوائية وبيقدم التنفس الصناعي، هذا ما متوفر إلا بالمشافي، نادر جدا ما يتوافر بالبيوت، ما عم يحكي حاليا عم يحكي سابقا، كان ممكن سابقا ينعطى لمرضى حالات بنسميهم قصور التنفس المزمن اللي عندهم تخرب بالرئه وهم معتمدين على التنفس الصناعي طول عمرهم ما عاد عندهم مشاكل هامه فبينتقلوا على البيت على جهاز تنفس صناعي. بس لما هلا بحط مريض على اكسجين عبر القنيه الانفيه بنسميها او عبر القناع فهذا ما هو تنفس صناعي، فلما بتقولوا بدك تقدم مريض لطبيب او لزميل او لكذا فما تقول تنفس صناعي، التنفس الصناعي هو مقصود فيه هو الجهاز التنفس الصناعي، اما هذا اللي عم نقدمه بالقناع او بالقناع مع الباقي اللي هلا عم نحكي رح نحكي عنه او كل هذه كل اسماء على الاكسجين، المريض على الاكسجين. حتى لما بدي المريض لو موجود على جهاز اسمه السباب، ما بعرف اذا في زملاء بيعرفوه او الناس الاخوه والاخوات بيعرفوا شو معناه سباب او معناه باي باب، اللي هو جهاز بيقدم ضغط ايجابي بنحط عبر ماسك على الفم، بيتقدم الماسك بيتطبق على التم تماما بدون ما يدخل بالفم، هذا الجهاز اسمه سباب او باي باب. هالتفاصيل ربما مفيده نوعا ما لانه لما بدك تتواصل مع احد وتقول مريض على التنفس الصناعي فهذا الحكي مو دقيق، حتى للاسف يعني حتى يعني ما بلوم الناس انه ما بتعرف هذه المعلومه، حتى لما رئيس الوزراء البريطاني دخل على العنايه اظن هالحكي بشهر الخامس او الرابع ما بتذكر بالضبط امتى، المواقع الاخباريه قالوا انه المريض انه هو دخل هو حاليا على التنفس الصناعي وهذا مو صحيح، هو كان على الاكسجين ما كان على التنفس الصناعي. طيب مثل ما قلنا هلا معظم الاسئله عم تقول شو بدي اعمل، ما حجاوب عن اسئله خاصه بهذا الموضوع عذرا منكم يا اخواني الكرام، ما حجاوب عن اسئله انه شو اعمل مريض الكورونا بيعزل نفسه، هي اول شغله بيعملها، اول شغله بيعملها بيعزل نفسه ما بيتواصل مع الاخرين، بيعزل نفسه حتى عن افراد اسرته لانه اذا العدوى كانت خفيفه عنده الله اعلم شو حتكون العدوى بالاخرين. فأول شغلة الجواب اللي راح جاوب ما حقول شو يعمل هو بحد ذاته، شو يأكل أو يشرب، يسأل غيري وراح يعطيه الأجوبة شو هي الأدوية بترفع المناعة نظريا شو هو الغذاء الصحي، بس أهم شغلة يعزل نفسه يحط كمامة ما يتواصل مع الآخرين ما يروح على شغله إذا هو حاسس أنه مع كورونا، يعني ما عم يشم وما عم يدوق يعزل نفسه، لأنه إذا ما عملنا هي الخطوات المرض حاليا تقريبا وصل للذروة والله أعلم إذا لسه في ذروة أعلى من هيك خاصة بالمدن الكبيرة بدمشق وحلب، الوفيات يوميا بالعشرات إن لم تكن أكثر الله أعلم قديش الوفيات، من الطاقم الطبي حاليا أظن خسرنا 60 أو 61 زميل يوميا، عم نسمع نعوات الأطباء أساتذتنا وزملائنا من الشباب ومن يعني ما حقول الكبار بالعمر اللي عمره 60 سنة ما هو يعتبر كبير بالعمر، تعريف الكبير بالعمر بالمناسبة طبيا هو أكثر من 65 سنة، فأنا لما بسمع واحد زميل عمره 55 سنة أو عمره 60 سنة أو 61 وتوفى فهذا توفى شاب يعتبر، لما بسمع زميل مواليده 87 أو 86 رحمة الله عليهم جميعا توفى بالكورونا أو توفى على جهاز تنفس صناعي واللي غالبا كورونا، فهذا يعني هذا الشخص هذا شاب قولا واحدا، فالموضوع ما هو ما عاد مزحة. هل أنا كنت عم أقرأ تعليق لأحد الزملاء اليوم أنه فينا نعمل شيء، يعني هدول الأطباء فينهم يعملوا شيء؟ صراحة الشيء اللي بيعملوه انهم يعزلوا نفسهم عن المرضى، لانه هدول على تعرض هدول عم يتعرضوا يوميا للمرضى بعياداتهم الخاصة بالمشافي، يفترض ياخذوا احتياطات اضافية وان شاء الله يا رب يحميهم جميعا يحميكم ويحميهم جميعا. الفرق بين الطبيب وغير الطبيب او الممرض وغير الطبيب او اللي من خارج الحقل الطبي هو نسبة التعرض، يبدو والله اعلم ما في عندي معلومات دقيقة بهذا الموضوع انه جرعة التعرض للفيروس بتساهم ربما بزيادة المرض، يعني في اختصاصات معينة بيكون أخطر من غيرها لأنه عم يتعامل مع المرضى مباشرة، كل ما زاد التعرض مع المرضى كل ما كان احتمال إصابة شديدة أعلى. نرجع لموضوعنا اللي هو العلاج بالأكسجين، مثل ما قلنا لازم نعرف شو عم نحكي عنه بالضبط. العلاج بالأكسجين يعني أني أنا أقدم أكسجين إضافي لمريض عنده نقص أكسجين، فأنا أول شغلة لازم أعرفها أنه متى أنا لازم أقدم العلاج بالأكسجين، أنا لازم أقدم العلاج بالأكسجين لما بيكون عنده مريض نقص أكسجين. حكيت من فترة قدمت فيديو توضيحي ربما هلأ رح أحكي بشكل مختصر وسريع بدقيقتين ثلاثة شو حكيت،
العلاج بالاكسجين هو بيقدم لمرضى نقص الاكسجين فقط، اللي هي عنده نقص اكسجين. كيف انا بعرف انه في نقص اكسجين؟ انا بقيس اشباع الاكسجين بالدم. نحن عاده بنقيس اشباع الاكسجين بالدم من خلال جهاز بنحط على اصبع المريض، ما بعرف اذا كان للاسف ما انا متوفر عندي هذا الجهاز، بنحط على الاصبع بيقرا الاشباع، بيكون مثل له من الطرفين بيشوف الجريان الدموي باصبع المريض، وعلى اساسه بيقرر انه بيعطيك رقم. عاده الطبيعي هو من 94 ل 100%، هذا هو اشباع الاكسجين الطبيعي بالدم. كل ما نقص هذا المقدار فهو يعتبر نقص اكسجين، بيكون بحاجه اكسجين. طبعا بسيط جدا انه انا احكي انه كل ما قلت كل ما كان شده نقص الاكسجين اكبر، كل ما كان الاشباع كل ما كان شده نقص الاكسجين اكبر، كل ما كان كل ما نزل الاشباع اكثر. فانا لما بدي اقارن بين مريضين، واحد اشباعه 90 واحد اشباعه 80، فاكيد اللي اشباعه 90 وضعه احسن نظريا، اللي اشباعه 80 احسن من اشباعه 70، واللي اشباعه 70 احسن من اشباعه 60. وانا حكيت بالفيديو انه عاده تحت يعني هلا صرنا نشوف مرضى بال70 وهن عم يحكوا ويضحكوا، خليني اقول هيك بصراحه، بس تحت الستين أنا صراحة ما أظن أنه هذا شيء طبيعي أنه واحد يكون 60 ويبقى عايش. بمعنى آخر لازم هذا يأخذ علاج، لازم يروح على المستشفى حقيقة، مش لازم يأخذ علاج بالأكسجين، لازم يروح على المستشفى ويتقدم له علاج بالأكسجين، ربما بالأجهزة الثانية، وربما التنفس الصناعي اللي هو مثل ما قلنا جهاز لحتى نحسن إشباعه. بالنسبة للأجهزة المتوافرة للعلاج بالأكسجين، مثل ما قلنا أنا عم ركز على الحالات المتوسطة اللي هي الحالات قابلة للشفاء. خليني أقول للأسف اللي عم نشوفه أو عم نسمعه أنه المرضى اللي عم ينحطوا على التنفس الصناعي نتائجهم ما هي جيدة، وهذا الحكي مو بسوريا بالمناسبة، هذا الحكي عالميا، بالذات مرضى الكورونا، خاصة لما بيوصلوا لمرحلة التنفس الصناعي بيكون في إصابة شديدة بالرئة، نسبة الشفاء ما عم تكون جيدة. ما حأحكي أرقام، ربما الأرقام تختلف من مكان لآخر، بس بسوريا على الأقل حاليا نسبة الشفاء، نسبة الوفاة عالية جدا على التنفس الصناعي. في مرضى سمعت من زملاء قدروا يشيلوهم عن التنفس الصناعي، بس القاعدة أنه عم تكون الوفاة هي القاعدة للأسف. خليني أحكي على، عم يسألني الأخ ليش ما عم تجاوب على الأسئلة. أخي الكريم خليني أكمل، بدي أحكي عن العلاج بالأكسجين بعدين بجاوبكم عن أسئلة العلاج بالأكسجين حصرا. بعتذر عن العلاج، عن الأسئلة اللي ما لها علاقة بموضوع العلاج بالأكسجين، رح جاوب عن فقط العلاج بالأكسجين، رح حاول أكون يعني أحصر كلامي بموضوع معين. إلي غاية طبعا من هذا الشيء، ربما بحكيه بخلال من خلال المحاضرة. هلأ الشيء الثاني اللي خليني أكمل بحديثي، أنا شخصت أنه عند المريض نقص أكسجين، هو عنده صار هو تشخص كورونا، بدأ يفقد حاسة الشم، ما عاد يقدر يشم، ما عاد يقدر يدوق، في عنده زكام، في عنده التهاب البلعوم، بعدين صار عنده ضيق التنفس، ما عاد مرتاح بالتنفس، صار يشعر بصعوبة بالتنفس، جبنا له جهاز الإشباع، أخذناه على المستوصف، أخذناه على المستشفى، قسنا الإشباع عنده، طلع الإشباع عنده 85 80 75 والرقم البناء مهما كان الرقم. المستشفى اعتذر أو لسبب أو لآخر أنه ما في له مكان، ومضطرين نعالجه بالبيت. بيرجع على البيت نشتري له أسطوانة أكسجين. هلأ في زملاء قالوا أنه أجهزة توليد الأكسجين ربما مفيدة، في تفصيل ربما ما أقدر أحكيه بهذا المحاضرة، كلامي عام. الأساس أنه نأمن أكسجين سواء بالأسطوانة أو بطريقة أخرى. هذا يبدو الأسطوانة المفضلة لأسباب كتير. جبنا أسطوانة الأكسجين، أسطوانة الأكسجين بدي أعرف كيف بدي أقدم المقدار المناسب من الأكسجين. الأكسجين هو دواء مثله مثل الشراب اللي نشربه، مثل الحبوب اللي بناخدها، لازم أخذ حبة يوميا، حبتين يوميا، ثلاثة، حسب ما يوصف الطبيب. فنفس الشيء بالنسبة للأكسجين، نحن الأكسجين لما بنوصله بنفتح الصمام، نوصله في له صمام الأسطوانة، بنفتح الأسطوانة في إلها مثل جهاز بنسميه الفلوميتر، اللي هو جهاز قياس جريان الأكسجين. فنحن بنقدر نعرف قديش عم نعطي أكسجين برقم، هو لتر بالدقيقة، حسب ما نقدر نعاير الفلوميتر اللي هو جهاز تنظيم الجريان، فنحن بنعرف نعطي قديش عم نعطي أكسجين بالضبط لهذا المريض. فبدءا من 1 لتر بالدقيقة، 2 3 4 5 لتر بالدقيقة، 10 لتر بالدقيقة، 15 لتر بالدقيقة، هذا أقصى مقدار ممكن نقدمه من خلال الأسطوانة. كل رقم من الفلو، كل رقم من الجريان في له جهاز بيتقدم من خلاله. فجهاز الافضل لتقديم الاكسجين، الجهاز الابسط لتقديم الاكسجين هو جهاز القنية.
اللي هي عبارة مثل شوكة بتنحط على أنف المريض وبتنحط حوالين دانين، شفت شرحتها بالفيديو. هي لازم للحالات الخفيفة من نقص الأكسجين، بيكون مثلا إشباع المريض 85 أو 80 أو يعني أكثر من 80 عموما. بنحط له القنية، بنعطيه جريان 1 لتر أو 2 لتر أو 3 لتر أو 4 لتر أو 5 لتر فقط. أكثر من 5 لتر ما بيعود بفيد، بيساوي جفاف للمفرزات، بيزعج المريض، ما بتصرف أكسجين على الفاضي بدون أي تحقيق أي فائدة. أنا بطلع على إشباع المريض بدون أكسجين، كان إشباعه 85، حطيته على قنية وعطيته 2 لتر بالدقيقة، ارتفع إشباعه لل 87، لسه بعد بده. رفعت طبعا عم انتظر دقيقتين ثلاثة، رفعت الجريان ل 4 لتر بالدقيقة، صار إشباعه 89، صار إشباعه 90، صار إشباعه 91. ربما هذا الرقم كافيني، أنا ما عاد في داعي أرفع الإشباع أكثر، ما عاد في داعي أرفع الإشباع أكثر من هيك. هلا لما انا بوصل لهالمرحله، انا القنيه الانفيه طبعا انا عم استخدم بالطريقه اللي هي من ادنى للاعلى، ربما بالمشافي بنستخدم الطريقه من الاعلى للادنى، انا هون بفضل لسبب تفضيلي الشخصي ربما انا مخطئ اني استخدم من الادنى للاعلى. فانا ببدا بالقنيه، القنيه ما قدرت تحقق المطلوب منها 5 لتر بالدقيقه، المريض بعد اشباعه 85 او 80 او اقل، فانا لازم اضطر استعمل السيمبل فيس ماسك اللي هو القناع الوجهي البسيط، اللي هو قناع بينحط على فم المريض بس ما في له باج من تحته، ما له كيس بيتعبى اكسجين، فقط القناع الموجود على الفم. هذا القناع بيتحمل جريان من 5 لتر حتى 10 لتر، فانا ببدا ب 5 او 6 لتر بالدقيقه، الإشباع بعده أقل من 90 برفع على 7 لتر بالدقيقة، الإشباع بعده أقل من 90 برفع على 8 لتر بالدقيقة، الإشباع بعده أقل من 90 وصلت ل 10 لتر بالدقيقة، الإشباع 90، فأنا هون حققت المطلوب مني. ما تحقق المطلوب على هذا القناع اللي هو القناع البسيط، بضطر استخدم القناع اللي هو أعلى رقم، اللي هو أعلى جهاز، اللي هو القناع مع المحفظة أو قناع مع الكيس، اللي هو قناع على فم المريض مع محفظة تحته. هاي المحفظة أو كيس بتكون لما بتقدم الأكسجين بتتعبى، لما بفتح الجريان، أنا بفتحه طبعا على جريان عالي لأنه لازم أعبي المحفظة، بفتحه على جريان 10 لتر على الأقل أو 15 لتر ماكسيموم، فأنا رفعته لل 15 لتر، فهذه المحفظة تعبت أكسجين، فلما المريض عم يستنشق هواء هيستنشق معظمه من الأكسجين الموجود بالباج بالكيس، هذا بيحقق أعلى رقم جريان ممكن او اعلى رقم اعلى مقدار ممكن من الاكسجين لمريض نقص الاكسجين. اذا المريض ما تحسن على هذا الجهاز، فالمرحله اللي بعده هي صراحه التنفس الصناعي، اللي هي ممكن تكون باي باب او ممكن تكون تنفس صناعي اللي هو بالمستشفيات. طبعا انا كل هذه المرضى ما بنصح فيهم لا هلا ولا بعدين ولا من قبل انه يتعالجوا بالبيوت، بس لما بوصل لمرحلة خلينا نقول طب الكوارث، طب الحروب، اني انا ما عندي مجال، اما المريض يتعالج يعني المريض راح على المستشفى والمستشفى ما قبله وما قدر يلاقي مكان بالمستشفى، يروح على الشارع، لا يروح على بيته ويتعالج. هذا الشيء ما برضى عنه ابدا، بس هذا افضل الموجود. هلا في ناس عم تحكي انه بدنا نعمل مسحات، بالله عليكم انا شو الفائده اني اعمل مسحه اذا انا عارف انه هذا المريض كورونا؟ نحن هلا بجائحه الكورونا ومن قبل بامريكا عم احكي انا، اي مريض بيجي باي عرض، يعني لو بيجي بالم بطني، لو بيجي بوجع بعيونه، لو بيجي بصداع، لازم نفكر انه ممكن يكون كورونا، بنعمل المسحه، واذا ما طلعت اذا طلعت سلبيه بنفكر بشيء ثاني. فسؤالي هل رح تفرق معكم بسوريا بالذات؟ عم احكي اني واحد عم يفقد الشم، انا عم احكي عن ناس، عن حالات بعرفها عن زملاء او عن اقارب، فقد حاسة الشم وفقد حاسة الذوق وعنده التهاب باللوزات وعنده زكام، يعني انفه مسكر، وبيقول لي انه انا ما عملت مسحة. طيب حتى لو ما عملت مسحة، مع كورونا شو حتفرق انك تعرف مع كورونا؟ ولا تعاملوا مع هي الحالات ان هي كورونا حتى يثبت العكس، وإذا ما ثبت العكس ما في داعي إني أنا أقول والله ما معي كورونا، لا أنا معي كورونا. بمعنى آخر، إذا واحد ما عم يشم، ما عم يدوق، ما عنده زكام، خليني أقول عنده حرارة، يتعامل مع الحالة إنه كورونا، ما متوفر الأجهزة، ما بيغير من الموضوع، بعزل نفسي عن أهلي، عن أقاربي، عن الناس اللي بحبهم، ما بروح على شغلي، ما بروح على عملي. أنا بعرف ناس، يعني أنا حكيت معهم من فترة معه كورونا وأنا مشخص له كورونا على التليفون وعم أقول له معك كورونا، بعد يومين بشوف صوره إنه هو راح على العمل والتقى مع ناس. طيب هذا ظلم صراحة، هذا عم يساهم بنشر المرض. الناس اللي عم هلا صرنا نحن عم نحكي على المجتمع، نحن عم نحكي على مستوى المجتمع، الناس اللي عم تموت يوميا
الناس اللي ما عم تلتزم بالحظر اللي هو العزل لما بيكون معهم أعراض، والناس اللي ما عم يلتزموا بالحجر اللي هن ما معهم أعراض بس بعدهم لسه ما بيحطوا كمامات، وبعدهم بيروحوا بيحضروا أعراس وبيحضروا تعزيات وبيحضروا حفلات. هذول كلهم عم يساهموا بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بوفاة الناس اللي عم تموت اللي هن أحبابنا يوميا. بدأ شوية مسؤولية يا جماعة. نحن حال إيطاليا ربما أشهر مثال. هلا ترى أمريكا ما كتير خلينا نقول ما هو مثال جيد صراحة نضرب إنه أمريكا ليش شو عملوا الأمريكان. اللي بيتابع الأخبار بشكل جيد بيعرف إنه حاليا أمريكا بالجنوب بتكساس وبفلوريدا وبكاليفورنيا يعني للأسف الوضع سيء جدا جدا. ربما بالولايات الشمالية الوضع جيد، بنيويورك وحواليها الوضع صار أحسن بكثير مما كان بآذار. بس بإيطاليا اللي هي كانت مضرب المثل بالإهمال وبأنه كيف أهملوا الكورونا ببدايتهم وكيف صاروا، حاليا قدروا يسيطروا على المرض بشكل كبير. عزلوا نفسهم، عملوا حجر للبلد كله، قطعوا كل التواصل عمليا، رجع هلا المرض سيطروا عليه بشكل جيد. اللي بيشوف الأخبار وبيشوف المنحنيات تبع الإيطاليين حيقول انه هذا هو النموذج اللي لازم يتطبق بسوريا حاليا. بس للاسف انا اما احكي عن الحكومه شو بدها تعمل وشو حضرت ولا شو ما حضرت، اذا الناس ما عم تلتزم يعني انا ما حاول اللي رايح على شغله يوميا مشان يجيب خبز مشان يجيب اكل انه ما راح لومه ولا حات وليش ما عم تطلع من بيتك. بس انسان رايح يحضر عرس او انسان عم يعمل عرس اصلا او انسان عم يعمل تعزيه عامه عم يعمل ناس عم تجمع او ناس عم تعمل اعياد ميلاد، هذا الشيء موجود. وانا ما عم احكي تخيل، عم احكي عن اشخاص بعرفهم. هذا إجرام أنا بعتبره صراحة ظلم لألكم لأنفسكم ولا للمجتمع. أنا هاي الرسائل حابب أوصلها بالنهاية. قبل ما توصلوا لهالمواصيل تضطروا تعالجوا اللي بتحبوهم بالبيوت بالأكسجين اللي هو ما هو علاج معياري. أنت بالنهاية ما أنك طبيب ولا أنك ممرض، ما حتعرف إمتى حيحتاج هذا المريض أنه ترفع العلاج أكثر. وربما توصل لمرحلة ما عاد يفيد معك الأكسجين بالبيت. الأكسجين بالبيت هو علاج مؤقت ريثما المريض يتحسن، فإذا ما تحسن فهو بحاجة لعلاجات أشد ما متوفرة بالبيوت. أنا هذه الرسالة اللي حابب أوصلها. المطلوب من كل واحد فينا لما بيكون معه أعراض يعزل نفسه. العزل حيكون ل15 يوم والله أعلم، هذا هو اللي عم ينصحوا فيه الأطباء حاليا أكثر الناس لحتى تزول الأعراض طبعا من وقت زوال الأعراض. أو أنه يلتزم بالحجر، الحجر اللي هو اللي يحط كمامة. يعني ببساطة أنا لما بطلع من بيتي أنا بحط كمامة، هي الكمامة حطيتها. وأنا لما بحكي مع إنسان لما بقرب من تجمعات أنا بعيد عنهم حوالي 6 أقدام مثل ما بيقولوا، المسافة الكافية أنه ابتعد عن أنه ما أنقل العدوى للآخرين ولا أعطيهم إياها. لا أنا أعطيهم العدوى ولا هن يعطوني ولا هن ينقلوا لي إياها. بدأ شوية مسؤولية صراحة. أنا ما بعرف كيف وين بدنا نوصل بهذا الموضوع بسوريا حاليا. أنا بحكي بدمشق بالذات، بحلب، بالمدن الثانية. إن شاء الله يا رب ما يصير بالمدن الثانية اللي عم يصير حاليا بدمشق وبحلب. نتمنى من الله وإن شاء الله نشوف مثل ما بيقول تحمل مسؤولية من المجتمع. طيب هلا أنا رح أبدأ بقراءة التعليقات. صراحة قبل التعليقات قبل ما كنت عم أقرأها، إذا فيني جاوب عن أسئلة مفيدة للآخرين ممكن جاوب. رح حاول أتجنب الإجابة عن الأسئلة صراحة اللي صارت متكررة، إني أنا معي حرارة ومعي أعراض ومعي كورونا. طيب اقعد ببيتك، اشرب سوائل، حافظ على انك ترتاح، اعزل نفسك عن افراد اسرتك اذا بتقدر. في ناس ما بتقدر، بس اذا بتقدر، اذا قدرت تنعزل بغرفه مستقله فهذا هو الصح. حط كمامه جوا بيتك، لا تطلع من بيتك الا للشديد القوي. وهذا الشيء انا ربما الناس في ناس مضطره تطلع، بس يعني بالنهايه انت لازم تعزل نفسك. وهذا المطلوب. هلا ابلش اقرأ التعليقات. شو لازم نعمل للأطفال مشان المدرسة؟ لا سمح الله إذا في طفل انعدى وهن مرضى ربو في خطورة عليهم، لا تبعتيهم على المدرسة. إذا حاس إذا عندك طفل معه ربو وخايف عليه انعدى لا تبعتيه على المدرسة. هلأ بأمريكا الموضوع هذا جدال كبير، جدال كبير صراحة مش صغير، إنه هل لازم نبعت الأطفال على المدارس أو ما لازم نبعتهم. وصراحة المجتمع هو منقسم بشكل كبير، نص الناس حتبعت ونص الناس ما حتبعت وما حد عارف شو هو الصح. فادعي إني أنا عندي الجواب الصحيح، ما عندي الجواب الصحيح للأسف. معي رشح والتهاب حلق وشوية ضيقة صدر بس بدون حرارة، شو نصيحتي؟ نصيحتي قلتها، عزل
تعزلي نفسك عن الآخرين. قبل ما نحكي شو بدك تعملي مشان تحسني نفسك أو مشان تستفيدي، شو رح تعملي مشان ما تنشري المرض بالمجتمع، مشان ما تساهمي بأذية غيرك. أنت معي كورونا حتى يثبت العكس، وما حيثبت العكس لأنه ما في كتات، ما في تحاليل. خلينا نكون نعترف الواقع، ما حد حيعمل لك هذا التحليل. فبتطلب منك شوية جهاد، تقعدي ببيتك 15 يوم ما تشوفي حدا، ما تطلعي عند حدا، تحكي على التليفون مع الآخرين ما في مانع، تفرجي على التلفزيون ما في مانع، بس ما تلتقي مع حدا بهي الفترة. بهالفترة لازم تلتزمي بأنك تراقبي حالك أول شيء مشان ما يتدهور الوضع أكثر، وإن شاء الله ما بيتدهور. لما كيف يتدهور الوضع أكثر يعني بصير في ضيق التنفس، ما قادر تاخذي نفس، معناته في لازم تطلبي المشورة الطبية بهالوقت. بهالفترة لازم تلتزمي بالغذاء الصحي، تكتير السوائل، الراحة بالمنزل، عدم الإجهاد. هذه النصائح العامة اللي بنقولها لكل مرضى القريب نفسهم اللي نحن حافظينه، مرضى الإنفلونزا والقريب اللي كنا نعالجهم من على مدى السنوات الخمسين الماضية. هذا هو نفس العلاج، فيتامين سي والفيتامين دي والمناعة، الأدوية بترفع المناعة عموما، اللي هي ما حناقش تفاصيلها لأنه في عليها نقاش، عم تعطيها الأطباء، ما عندي مانع أبدا. وإذا واحد سألني أنا عندي أخذ زنك وفيتامين سي وفيتامين دي، طبعا خدهم ما في مانع أبدا أبدا. ما متوافرين عندك، كل فواكه، كل عصيرات، خذ البردقان، الشيء اللي فيه الفيتامين سي الطبيعي مثل ما بيقولوا، الغذاء اللي بيرفع المناعة. ممكن تقلنا متى نجري التنبيب لمرضى السيفير؟ هذا سؤال من طبيب أو من طبيبة أو من طبيب عفوا. نعتمد الإف آي 2 للحالة السريرية، وكيف تقييم الحالة السريرية حتى نوصل لقرار التنبيب؟ هلأ صراحة الوضع السريري هو الأساس. يبدو أنه تأخير التنبيب نسبيا أفضل، بس المرة الثانية الكلام إذا رح جاوبك جواب طبي، هو المحاضر افترض للعوام، بس أنا عم جاوب جواب طبي بهذا السؤال. التقييم السريري هو الأساس، ومراقبة التطور الوضع، مراقبة تطور الوضع. إذا المريض مرتاح وصاحي واعي وإشباعه مقبول بين 85 إلى 90 بمقدار معين من الأكسجين الإضافي اللي هو السيمبل فيس ماسك أو غيره أو النر بريثر، مدامه صاحي ومتحمل فما في مشكلة. مراقبة الوضع على مدى الساعات والأيام، لما بلاقي إنه الوضع عم يتدهور فأنا ربما أخذ قرار التنبيب. طبعا ما حدا بيعرف إمتى لازم القرار التنبيب الصحيح يكون موجود. الكادر الطبي ووسائل الحماية ضعيفة، الله يفرج، الله يفرج فعلا. أنا لو كنت طبيب حاليا بسوريا ربما قعدت ببيتي وما شفت مرضى، ربما. عم تكون أكسجين 92، بس إذا بتحرك شوي بسيط 88، جايب أكسجين على البيت وعم أخذ وصفة طبية التهاب البسيط. ممكن تتطور، ممكن طبعا ممكن تتطور، وإن شاء الله ما رح تتطور. يعني أنت عندك نقص أكسجين ويبدو أنه عندك كورونا، إن شاء الله ما بتتطور، وإن شاء الله العلاجات اللي عم تأخذها تكون كافية، يقدر الجسم يتغلب على نفسه خلال أسبوع زمان إن شاء الله يا رب. الرشح الحوي القوي مع التهاب حلق بدون تعب وحرارة، ممكن يكون كورونا؟ طبعا ممكن يكون كورونا. في دكتور قالنا الفيروس صار بالهواء، معناته انه الكمامة ما عاد تحمي لانه العين والاذن ناقلة. هذا الحكي مو صحيح. الفيروس بينتقل بالانتقال من شخص لشخص بالمسافات القريبة، هي اهم وسائل انتقال الفيروس لحد هلا. العين ممكن تنقل اذا كان قريب، لانه اذا العين فيها اغشية مخاطية، فاذا انت قريب جدا من شخص وحتى لو مسكر انفك وهو عطس بوشك ووصلت المفرزات، او حتى بكلامه وصل المفرزات لعينك، فممكن نظريا تنتقل. الاذن ما اظن تنتقل بالاذن. الفكره انه هي انه والله الكمامه ما عادت مفيده، بعث مع احترامي للطبيب اللي حكى كلامه غير صحيح. بعد الشفاء قديش بيضل المصاب ينقل المرض؟ مثل ما قلنا العزل مدته 15 يوم من تقريبا، ما حاحكي يعني صراحة أن هذا هاي الأجوبة والله ما بعرف جوابها بشكل صحيح، أنه كم يوم يعني. يعني لو قلت لك 15 يوم مثلا لازم تعزلي نفسك بالبيت، يعني اليوم 16 بتطلع من البيت، والله ما عندي جواب دقيق للأمانة. ومع كل احترامي اللي بيجاوبك جواب دقيق، هاي الأجوبة ما بتشفي الغليل. يعني مدام في خوف من نقل المرض، أنا لما بيطلب مني الطبيب اعزل نفسي 15 يوم بعزل نفسي 20 يوم. لو مضطر الكلام الثاني، كلام ثاني، لما بدي فاصل باليوم وبالساعة، هذا كلام ثاني مختلف تماما. نصائح لمرضى الربو أنه ياخذوا احتياطات إضافية، ياخذوا احتياطات إضافية. إذا كان إنسان العادي مستهتر، مريض الربو لازم يكون ملتزم، لأنه لو انصاب مريض الربو نسبة وفاته أعلى، حكون صريح معك.
مرض رئوي ولا بالدم؟ لا هو مرض رئوي. السؤال انه كورونا هو مرض رئوي ولا بالدم؟ لحد هلا اللي بنعرفه انه هو مرض رئوي، يعني اللي بده يتبرع بدمه ما يخاف من كورونا، او بده ينتقل له دم ما يخاف من كورونا ان شاء الله. مريضة مصابة بكورونا تحتاج إلى قيصرية، هل التخدير القطني أسلم؟ وإذا ما فينا تخدير قطني شو فينا نعمل تدابير؟ والله لا أعلم جواب هذا السؤال، لا أعلم جواب هذا السؤال. شو المقصود بمريضة مصابة بكورونا ومحتاجة إلى قيصرية؟ يعني هي كورونا تبعها هي العرضية، هي عندها على أكسجين مثلا، على تنفس صناعي، شو المقصود أنه هي مصابة بكورونا؟ حسب حالتها لازم يشوفها طبيب التخدير ويقيم وضعها. هذا الجواب ما بيجاوب على الفيسبوك بهالبساطة. العلاج بالديكسا متى نبدأ به؟ ما حجاوب على هذا السؤال عذرا. هو عموما نقص الأكسجين هو بيخلي الديكسا مستطب. سبب وفاة بعض الشباب بالكورونا نقص الأكسجين، نقص الأكسجين. الحالة الاقتصادية بتهوي، فنحن على الموت رايحين بدون كورونا، طيب ما نساعد الحالة الاقتصادية، يعني اللي ما بده يموت ما يساهم بالوفاة. هلأ مرة تانية أنا غير أسئلة نقص الأكسجين رح أحاول ما أجاوب عنها. السؤال عن LDH صراحة ما عندي فكرة شو الفكرة، شو الوضع، ما بده تفاصيل أكثر عن حالة المريض. المتوقع انخفاض الخط البياني لانتشار الفيروس، رغم أني ماني عالم إحصائيات ولا هي شغلتي، اللي قرأته أو سمعته من الزملاء ربما أنه خلال أسبوعين، إذا استزمنا بالحظر هلأ خلال أسبوعين ممكن إن شاء الله، ممكن الله أعلم. هلأ أنا ما عدت عرفت صراحة وين الأسئلة. هلا استفراغ وتطبل البطن ممكن تكون كورونا، ممكن وممكن لا، بس حتى لو الاكسجه طبيعيه، لان الكورونا ممكن سبب اصابه هضميه، مثل ما قلنا اي حاله حاليا هي سبب الكورونا. شو سبب الوفاه؟ عم يكون اذا المشكله تنفسيه والوضع المريض انحط على المنفسه. ما بعرف اذا كان اللي عم يسال طبيب او لا، بس سؤال يعني مثل ما حكينا واضح، لما بتفشل الرئتين اللي هي اهم عضو بالجسم، ما عاد يقدر الجسم يحقق الاكسجين المطلوب. متى نرفع الريد فلاج اللي هو الانذار، خليني اقول في نقص الاكسجين، وما هو الرقم وما هي الخطوه التاليه؟ نعطي اكسجين. ريد فلاج هو اقل من 90%، احنا مثل ما قلنا الطبيعي هو 94%، فاقل من 90% هو نقص اكسجين، فتحت 90 هو نقص اكسجين وبحاجه لعلاج بالاكسجين. كل ما زادت شده نقص الاكسجين كل ما كان الوضع اكثر خطوره. بارتفاع ضغط المرضى، ارتفاع الضغط هل يؤثر عليهم الكورونا اكثر من السليم؟ والله العليم يبدو هذا الحكي صحيح، انه مرضى ارتفاع الضغط عم يكون خطورتهم اعلى. صراحه انا جاوبت على هذا السؤال من قبل، لا مثله مثل غيرهم، والا هن فقط مسنين وبالتالي يكون خطورتهم اعلى، بس يبدو ارتفاع الضغط بحد ذاته خطوره لمرضى الكورونا. هل هذا يعني انه اذا انا قريبي ارتفاع ضغط بخليه ياخذ احتياطات اكبر من او ياخذ احتياطات، والمريض اللي ما معه ارتفاع ضغط ما ياخذ احتياطات؟ ابدا، بس أبو الارتفاع الضغط اللي هو عادة مسنين عادة يأخذوا احتياطاتهم أكبر، لأنه لما عم ينصابوا عم تكون نتائج كارثية. نسبة إصابة الأطفال الرضع والأكبر لعمر 15 سنة، ماني طبيب أطفال، بس اللي بنعرفه واللي سمعنا أنه إصابات الأطفال عادة عم تكون يعني عرض لا عرضية غالبا، وما سمعنا عن وفاة أي طفل حول العالم بالكورونا، بس في اصابات احيانا عم تكون شديده، سمعت عن هذا الشيء. مره ثانيه مش تخصصي فصعب احكي التفاصيل اكثر. الحراره مو شرط مثل ما قلنا الناقل اللا عرضي او اصابه اللا عرضيه شائعه، النسبه العظمى من اصابات المجتمع شائعه لا عرضيه، المريض معه فيروس الكورونا او انسان عادي معه فيروس الكورونا بس ما عنده اعراض، وبالتالي الحراره مو هي الاساس. الكمامه القماشيه هي ما حقول هي الافضل، بس هي الخيار أكثر شيوعاً والأسهل واللي قابل تطبيقه، خاصة لما بنمشي بالطرقات أو نجتمع باجتماعات العائلية، أو إذا رحنا على المول مثلاً نشتري أغراض أو على المكان بالمجتمع. فالكمامة القماشية هي حل جيد متوافر. هلأ لو استقدرنا نحصل على الكمامات الأعلى فبيكون أفضل طبعاً. بس للأمانة النصيحة، هلأ المجتمع للناس الغير أطباء أو الغير ممرضين هنا خارج الحقل الطبي أنه يستعملوا الكمامة القماشية. طفل عمره سنة عنده التهاب حلق، ما حجاوب هذا السؤال عذرا. وفاة الأطباء بعدد عالي مثل ما حكينا، سبب أنه الأطباء عم يتعرضوا لجرعة عالية من الكورونا من الفيروس، هذا هو الافتراض. غالبا هيك عم يكون، لما عم يكون الطبيب عم يتعرض لعدد أكبر من المرضى، جزء كبير منهم مصابين، غالبا عم ياخذ جرعة أكبر من الفيروس وبالتالي عم تكون إصابته شديدة.
طبعا هذا سبب، بس هذا السبب طبعا هذا الشيء مش بسوريا بس بالمناسبة، يعني بإيطاليا زاد عدد الأطباء يتوفوا كان كبير، بأمريكا هون ما أظن عدد كان في كثير أطباء توفوا، بس أنا بعرف كثير تمريض توفوا، في مقيمين توفوا بأمريكا، بإيطاليا كان العدد الأكبر، ببريطانيا في نسبة منيحة توفوا، حول العالم بشكل عام نسبة وفيات الأطفال عالية. ممكن يجي في كورونا على المفاصل، القصد هل ممكن كورونا يسبب ألم بالمفاصل؟ هو اللي بيسبب ألم بالمفاصل، لأنه هو مثل أي التهاب فيروسي بيصيب كامل الجسم. طبعا اللي عم تسأل السؤال عم تكمل انه في عنده نقص وزن 10 كيلو، صار في ضيق تنفس، في اسهال، هذا كورونا، حتى يثبت العكس. شيء يرجع التنفس بدون اكسجين؟ ممكن التنفس، ما قلنا الاكسجين هو علاج داعم، يعني اذا الانسان عنده نقص اكسجين بسيط، يعني 90 الاكسجين تبعه بسبب كورونا وما تطور الوضع عنده ودمت الحاله خفيفه، بعد فتره الالتهاب حيخف ان شاء الله ويرجع. هذا لا يعني انه ما يتعالج بالاكسجين، بس لا يعني انه العلاج بالاكسجين هو عم يرجع الاكسجين، العلاج بالاكسجين هو علاج داعم، ما هو علاج شافي. انخفاض مفاجئ بالاكسجين، اكثر من مريض عم يكون اكسجته فوق 90، ثاني يوم عم يكون 70، عم يتدهور المرض عنده، ليش؟ شو الراي؟ راينا عم يكون في تدهور سريع. الفطام عن الاكسجين المنزلي بعد عده ايام من التحسن، جميل هذا السؤال. بالنسبة ربما أنا ما حكيت عن الفطام عن الأكسجين، الفطام عن الأكسجين إنه المريض كان عم ياخذ أكسجين بأعلى رقم ممكن، خلينا نقول عم ياخذ 15 لتر بالدقيقة، الأعراض عنده خفت، طبعا أنا ما ذكرت الأعراض، الأعراض مهمة جدا بتقييم الاستجابة للأكسجين، الأعراض عنده خفت، ما عاد عنده ضيق بالتنفس، ما عاد عنده جوع للهواء، والأكسجين عنده 100%، شو عنده؟ 100%. هلا أنا لازم أعمل له بقى فطام عن الأكسجين، الفطام عن الأكسجين بده يكون بطيء، ما بيكون سريع، خلال عدة ساعات، كل ساعتين ثلاثة أو أربع ساعات خمس ساعات ربما، أنا بنزل بالأكسجين عيار الأكسجين شحطة وحدة، فأنا كان المريض على 15 لتر بالدقيقة وعم يعطيني إشباع الأكسجين 100%، بنزل له الفلو اللي هو الفلو ميتر، بنزل الأكسجين ل 12 لتر أو 14 لتر، خلينا نزله شحطتين مثلا ل 13 لتر، بقي الإشباع عنده فوق ال 95، فوق ال 94، 95، 96، 97، فنحن لساتنا بالسليم. بعد أربع خمس ساعات تانيات ست ساعات برد بنزل بالإشباع أو بنزل بالفلو ميتر للعشرة لتر، فعلى العشرة لتر لقيت المريض إشباعه ممتاز، استنيت عليه أربع خمس ساعات تانية بعده مرتاح المريض، هلأ أنا لازم أنزل بالفلو أقل من عشرة، بنزل لثمانية مثلا أو للتسعة، ثمانية أو تسعة، كل ست ساعات بنزل شحطة أو شحطتين، طوال ما الإشباع أكثر من 95 فأنا بالسليم، وطوال ما المريض عم مرتاح ومتحمل لحتى اوصل للخمسة لتر، هون انا بنتقل للقنية، وكمان بعملها فطام تدريجي بدءا من خمسة للاربعة لثلاثة لاثنين للواحد، باي لحظة لقيت الميت اشباعه نزل برجع بطلع شحطتين، يعني الميت كان على خمسة لتر والاشباع تبعه 95، نزلته على ثلاثة لتر لقيت الاشباع صار عنده 90، برجعه للخمسة لتر، وبستنى عليه ربما ساعة 12 ساعة او 24 ساعة برجع بعمل فطام. كلام اعتباطي، ما هو كلام، ما هو بالضروره يكون بالضبط اللي عم يحكيه هو لازم يتطبق، بس هي القاعده العامه عموما. عندي قصور بالدسام الابهري وضغط، شو الوضع مع كورونا؟ خذ احتياطاتك الاضافيه اخي الكريم، ان شاء الله يا رب يبعدوا عنك. نسبه اصابه الاطفال، مثل ما ان الاطفال ما عم يكونوا اصابتهم ما عم تكون اصابه عرضيه عند الاطفال. وفاء الاطباء بعدد كبير جاوبت عنه. بتمنى تجاوبني، يا ريت ترجع تسالني لانه ربما ما عم شوف انا صراحه الاجابه، ما عم شوف الاسئله، انه كثير اسئله عم تنطرح. شو التحاليل اللي ممكن تسويها لكورونا؟ يا ريت تسال طبيبك. غسيل الكلى شو تاثيره عليه؟ ممكن يكون اصابته شديده مرضى غسيل الكلى. شفت مرضى غسيل الكلى انصابوا وشفيوا بدون اي مشاكل، وشفت مرضى غسيل الكلى انصابوا ونحطوا على التنفس الصناعي وتوفوا رحمهم الله. هل تنتقل من جار إلى جار إذا جاري مصاب وله نافذة مطلة علينا؟ أنا ماني متخيل الوضع، يبدو عم تحكي عن دار عربية مثلا مثل أيام باب الحارة، لازم يكونك واقف على شباك الديار، أرض الديار، وهو واقف في الطرف الثاني وعم يحكي معك أو عم يسعل، وبيناتكم أقل من 3 أقدام أو من 6 أقدام، يعني أقل من مسافة قصيرة، أقل من مترين مثلا، وتسبق وهو عم تسمع كلامه فبينتقل لك المرض. الفيروس ينتقل بالتنفس ولا لا؟ هاي سؤال من الأخ
احد الاخوه الكرام، ما بعرف شو لازم جاوبك، الفيروس ينتقل بالتنفس او لا؟ الاسبرين بيتاخذ كوقايه عند مريضه 47 سنه في بعيلتها سابقه هشاءات وعندها ارتفاع نسبة شحوب الدم، يؤخذ؟ توكل يا الله. قديش المريض بيعدي نفسه بعد شفائه؟ جاوبت عن هذا السؤال اظن اكثر من مره. انا اللي نصائح اللي عم انصحها وما بعرف اذا كانت دقيقه 100% ولا لا، عم انصح المرضى بالعزل 15 يوم. منع تليف الرئتين او فشل هو منع الاصابه. شو الخطه الافضل لمنع تليف الرئتين او فشل يعني نقص الاكسجين؟ اني انا ما اخذ المرض. بعد ما اخذ المرض قدر الله، للامانه قدر الله، لانه استجابه المريض هي اللي بتحدد شو راح يصير وشو راح كيف حيتطور الاصابه. هلا اخذ الدكسلاميتازون بيمنع هذا الشيء؟ الله اعلم، ان شاء الله يكون هو فعلا العلاج الصحيح، لانه هذا هو هلا اللي معول عليه. تنتقل عن طريق المصاري؟ طبعا تنتقل عن طريق المصاري، لذلك لما واحد بيمسك مصاري بيده ما يرجع يحط يده على وجهه، ياخذ مصاري قد ما بده يخبيها بجيبه، يغسل ايده بعد ما يستخدم المصاري، بعد ما ياخذ الفلوس، وبعدين بيرجع بيمسح وشه اذا بده. انا بدي اضطر اني افتل مره ثانيه لانه عم ضيع الاسئله مني صراحه، فاذا ما جاوبت حدا يا ريت يرجع يسالني. مريض تربو لا بشم ولا بستطعم معي كورونا ببساطه. ما تناولت الطعام من الطعام والله ما عرفت شو الجواب صراحه، عذرا. انه طيب بضل قديش بيتم عايش على الاسطح؟ والله هذا الجواب صراحه والله ما عندي جواب عنه صراحه. عموما اعتبر اي سطح بتشوفه هو سطح كورونا، اي مكان بتلاقيه هو مكان فيه كورونا. ما تلمس شغلة بالطريق أو بالمول أو بالمحلات بالدكاكين وترجع تحط إيدك على فمك أو على تمسح وجهك. ما رأيك بإيقاف الأيس إنهيبتر؟ الأيس إنهيبتر والأربس هن مرض، هن الأدوية، أدوية ارتفاع الضغط مثل السينوبريل والكابتوبريل. لا، ما في سبب لإيقافهم إلا إذا قلنا صار في انخفاض ضغط مثلا. اما انه الكورونا بحد ذاته ايقافهم، التوصيات الاخيره ما بعرف اذا طلعت مره ثانيه غيروها، ما في داعي لايقافهم الا اذا في سبب لايقافهم، بوتاسيوم عالي، ضغط منخفض، اذيه بالكليه ربما. ايوه هذا هون الاستطبابات، هذا الحكي بالمستشفيات. بس اما واحد مجرد معه كورونا يوقف الايس ولا الارب، هالحكي مو صحيح. حتى يبدو انه هي العامل الوقائي صراحه، ماني كثير مطلع. إذا أصيب واحد بكورونا وبياخذ دواء ضغط ودواء كوليسترول، يستمر بياخذ دواء ضغط والكوليسترول؟ نعم، بيتابع مع طبيبه إذا كان وضعه مستقر وما في عنده هبوط بالضغط بياخذ دواء الضغط ودواء الكوليسترول قطعا. وضعية الاستلقاء البطني تحسن الأكسجين. هلا هذا الموضوع ذو شجون حقيقة، أنا الموضوع هذا من المواضيع المحببة لي عموما بالمرضى التهوية الآلية، هنا بنحطوا على التنفس الصناعي. هذا كان الكلام على مدى 20 سنة الأطباء عم يناقشوا ربما أكثر لحتى قدروا يثبتوا أن وضعية الاستلقاء البطني مفيدة لمرضى التهوية الآلية، مرضى بينحطوا على جهاز تنفس صناعي. هلأ النقاش اللي صار بعد كورونا بالذات زاد شعبيته كثير، أنه هل الاستلقاء البطني مفيد لمرضى نقص الأكسجين اللي هن ما عندهم تنفس صناعي؟ هلأ في رأيين، رأي بيقول أنه بفيد ورأي بيقول أنه ما بفيد. هلأ الفكرة أنه ليش، إذا كان يعني خلينا يكون صادق معكم، اذا المريض بيتحمل ينام على بطنه وفي هو اصلا مريض نقص اكسجين، هاي عم نحكي عن مريض واعي، وفي بايده جهاز الاشباع ولقينا انه اشباع الاكسجين تحسن بعد ما نام وهو متحمل النوم على البطن، فليش لا؟ يعني تجربه بسيطه، ما انا بحاجه لراي الطبيب صراحه، هي وضعيه امنه ما فيها مشاكل. عم نحكي عن مريض واعي، نحن ما عم نحكي عن مريض تنفس صناعي. مريض واعي ببيته عنده نقص اكسجين مضطر ياخذ اكسجين، واشباع الاكسجين عنده 85 خلينا نقول هو متسطح على ظهره. طيب يجرب ينام على بطنه، اذا متحمل هو هالشيء سريريا والاشباع عنده تحسن، يتوكل على الله ويكمل ينام على بطنه قد ما بيقدر. عموما التوصيات عموما انه المريض اذا بيقدر ينام على بطنه ينام على بطنه طبعا. تمارين تحسين الاكسجين عموما، تمارين التنفس العميق اذا بيقدر، اللي هي بتساعد على السعال، طرح المفرزات، ربما هي بتحسن من الاكسجين، او التمارين خليني اقول
العلاج الفيزيائي للرئه اللي هو بيطرح المفرزات لاخذ التنفس العميق، السعال احيانا تطويل على الصدر مفيد احيانا اذا كان بيد عنده مفرزات عاليه. التعافي من المرض ان يعود اليه حتى الان لا، حتى الان لا. خضاب الدم اذا كان عالي بيتاثر اكثر على علمي لا. شو من شان اللقاح كلياتنا عم ننتظره. الاحتشاء ممكن ياخذ فيتامينات، ياخذ كل الفيتامينات، ما في شيء فيتامينات ممنوعه عن مرضى الاحتشاءات حسب علمي، فيتامينات بي وسي ودي ما هي مشكله مرضى الاحتشاء. زملاء العمل انحجروا بعد اصابتهم 15 يوم وعادوا الى الدوام، والله العليم لا، هذا اللي عم نحكي انه بعد 15 يوم ما بيعود في خطر لنقل المرض. ممكن يرجع ينصافي مره ثانيه لحد هلا؟ لا والله العليم. هلا انا صراحه عم ارجع على الاسئله التفصيليه وانا عم حاول اتجنبها للامانه. خليني بقى عم انتقل صراحه. هلا في سؤال ما حجاوبه، هاي السؤال الثاني مرة ثانية، انه هل يسبب فيروس الكورونا عجز جنسي؟ للأسف مضطرين نقول انه بيسبب مشان الناس تاخذ احتياطاتها. بس ما يتابع الموضوع بالتفصيل، بس انا على علمي انه هي المستقبلات اللي بتاخذ الفيروس موجودة بالمناطق، فممكن يسبب، فأنا راح أقول إيه رغم هالكلام مو علمي، ماني باحث فيه يعني، مشان الناس تاخذ احتياطاتها، قرأتها عدة مرات، يعني قولوا انه إيه مشان الناس تاخذ احتياطاتها. سؤال عن، طيب انا هلا سؤال يبدو تفصيل، يعني سؤال من انه شخص انصاب بكورونا من شهر وعنده اعراض خفيفه اسهال تمت الاعراض وبعد شهر مصاب، طيب هذا لازم يتابع مع طبيب، يعني انا صعب اني اقول انه شو وضعه حاليا، هذا لازم يتابع مع طبيب، لازم طبيب يقيم حالته، مريض اكثر من شهر مصاب وبعده وبعده، طيب هو وين قاعد بالبيت يعني؟ لازم يتابع طبيب. هلا شخص كبير بالعمر له 15 يوم مريض بكورونا وخمس ايام على الاكسجين والاكسجين 89 وما في حراره، كيف نعرف اذا دخل مرحله الشفاء؟ بعده مصاب بعد الاكسجين 89، بعده مصاب، يعني بعده بحاجه لعلاج بالاكسجين لحد ما، هلا السؤال دخل مرحله الشفاء المقصود فيه انه ما عاد ينقل المرض ربما، بس هل هو مصاب بعده؟ هو بعده مصاب. هلا شو الادويه اللي بياخذها الشخص لزياده المناعه؟ زياده المناعه الادويه بتعطي بترفع زياده اللي الادويه اللي بتزيد المناعه ما كثير دقيقه، ما حقول كلمه ثانيه. عموما الغذاء الصحي هو اللي بيرفع المناعه، الغذاء الصحي هو اللي بيرفع المناعه. ممكن يعني ببساطه رح جاوب الاخ اللي عم يسال شو الادويه بترفع المناعه، شو هو الشيء اللي التصرفات اللي ممكن نعملها نرفع مناعتنا؟ نتوقف عن التدخين مثلا، إذا شخص بيدخن إيجابي أو سلبي، يعني إذا شخص مدخن أو ساكن مع شخص بيدخن يبتعد عن هذا المكان لحتى يرفع مناعته، لأنه التدخين بينقص المناعة وبيزيد نسبة الإصابة إصابات تنفسية عموما ومنها الكورونا. طيب هلا كل الأسئلة التفصيلية صراحة عم حاول ابتعد عنها عذرا على اللي الإخوة اللي ما جاوبتهم، حكيت من البداية أنا رح أحاول أحكي عن التنفس فقط، عم حاول أحكي عن التنفس فقط، اللقاح ما حجاوب مرة ثانية عن اللقاحات. خليني انتقل أكثر وأكثر أشوف. هل ينتقل الفيروس عن طريق الدم للعاملين في المخابر؟ والله العليم لا، بس هل يعني هذا انه الواحد يتعرض للدم؟ يعني هلا الفيروس الكورونا صار مشكلتنا، ما في نحن في عده امراض اكثر خطيره، ما حول اكثر خطوره، خطيره مثل الكورونا، منها التهابات الكبد والايدز والاتش اي في عفوا، وبتنتقل من الدم ونعرف انه بتنتقل بالدم، فيعني احتياطات بالنسبه للعاملين بالمخابر يفترض يكون موجوده قبل الكورونا وبعد الكورونا. ما بعرف شو قيمه هذا السؤال مع احترامي. هلا عمره 71 سنة، سعال وأوجاع وحرارة كورونا، التهاب بلعوم، أكثر عرضة للإصابة بالكورونا؟ والله العليم لا، ما بعرف شو المقصود بالتهاب بلعوم مزمن، والتهاب التهاب اللوز مزمن مثلا.
بالنسبة لفقد حاسة الشم رح جاوب انه ممكن يستمر صراحة حسب ما في دواء طبعا ان شاء الله بترجع، هي اعصاب متأذية بترجع بتاخذ وقت، بس تستمر من 15 يوم حتى شهرين والله اعلم. طيب باقي 10 دقائق، هلا رح ارجع اسئلة الاكسجين. بعد الشفاء وغياب الاعراض عم يبقى اشباع الاكسجين 70 ومع قناع بيوصل ل 90. ما المقصود انه في شفاء؟ ما معنات انه شو، انا ما فهمت شو معنات بعد الشفاء وغياب الاعراض. غياب الاعراض بحد ذاته ما هو الشفاء. اشباع الاكسجين 70 معناتها في عندي اذيه بالرئه، هل هي مستمره او هي تليف في الرئه حاليا؟ الله عليم، لازم طبيب يشوف الحاله ويقيم، يشوف صوره الصدر ويشوف كيف الوضع حاليا. مسافه الامان الكافيه بدون ارتداء كمامه، لازم ارتداء كمامة ومسافة أمان كافية. مسافة أمان كافية أظن 6 أقدام يعني حوالي مترين أو أكثر، كل ما ابتعدت أكثر كل ما كان الوضع أمان. طبعا عم تحكي في العمل، في العمل يعني أماكن مغلقة، فما في مجال تقول والله مسافة أمان كافية بالعمل بدون ارتداء كمامة، لا لازم ارتداء كمامة ولازم مسافة أمان كافية. باقي أظن 10 دقائق رح ترد ارجع اجمل اللي حكيته. الاكسجين او علاج بالاكسجين ما هو علاج شافي، هو علاج داعم مساعد، هدفه انه يحافظ على حياة المريض ريثما الجسم يقدر يتغلب على الكورونا او غيره من الامراض لحتى ما نوصل لهالمرحلة. المطلوب منكم بهالاسبوعين زمان اللي هي فترة الذروة هلا نحن وصلنا لها، ما عاد الموضوع هو خيال. يعني المحاضرة الماضية أظن أو الجلسة الماضية كنا عم نحاول نقنعكم إنه رح يصير عندكم، أنت تقول لا ما حيصير. طيب صار وعم تشوفوا المرضى، عم تشوفوا الناس عم تموت للأسف، الله يرحمهم جميعا. طيب يا جماعة، حتى ربما الفئة الأخطر هي فئة المسنين صراحة، رغم إنه في وفيات بالشباب خاصة بالأطباء، بس الأساس بالمجتمع اللي عم يتوفوا واللي عم يموتوا من الكبار من العمر. إذا بدنا نحافظ على أهالينا، على آبائنا أمهاتنا، على أجدادنا وجداتنا، إذا بيعزونا فعلا التزم بالتباعد الاجتماعي، التزم بوضع الكمامة، حاول تاخذ ولو احتياطات اضافية مش مشانك، لانه ما حيصير معك شيء ان شاء الله لما حيصير معك كورونا، حيصير مع اللي بتحبهم. فاذا ما بدك تتسبب باذية اللي بتحبهم التزم بالتباعد والتزم بالكمامة. ما بدك بالنهاية لما حيصير مع قريبك اللي بتحبه الكبير بالعمر رح يصير معه نقص اكسجين، انت اللي حتقوم بالعلاج بالاكسجين، انت حتقوم بتامين يا اما حتشوفه حيموت قدامك لا سمح الله بنقص الاكسجين يختنق قدامك، او انت حتلتزم او انت حتكون مسؤول عن انك تامن له الاسطوانه، وحتكون مسؤول عن علاجه وعن تدبيره وعن تمريضه، لانه للاسف ما عندك عجز بالطاقم الطبي، ما في عدد كافي يعالج كل هالمرضى هذه. ف حاول تتجنب هذا الشيء. الموضوع صار يعني نحن صرنا مثال السفينة اللي فيها مجموعة أشخاص وما مو مو متفقين بين بعضهم، وهذا عم يكسر من طرف وهذا ما عم يكسر من طرف. هذه نحن عم نحكي على مستوى المجتمع حاليا، إذا ما أخذنا احتياطاتنا على مستوى المجتمع حيستمر النزيف، حيستمر الوفيات من الأطباء ومن غير الأطباء، من الناس، من أحبابنا اللي بنحبهم، من الأجداد والجدات والآباء والأمهات، ربي يحفظهم جميعا ويشفي المصابين منهم. لأنه فعلا نحن وصلنا لمرحلة أظن السيطرة طلعت عن إيد الجميع بالنهاية. هلأ حتى لو مهما عملنا، إذا ما التزمت الناس بالحظر تقعد ببيوتها، ما حدا يطلع الا اذا مضطر، وهذا الشيء افضل يفترض ما يصير. بس انا حقول يا اخي على الاقل المشاوير اللي ما لها طعمه لا تطلعها، لما بيكون لك مصاب لا تقول هي مو كورونا، الكورونا مو عيب، ما هو مرض فضيحه مثله مثل الجريب، مثله مثل كل هالامراض. بس للاسف انه احتمال تطوره لاصابه شديده كبير. لو نحن بس نعترف في الوضع الحالي ونبدا الخطوات الايجابيه، ان شاء الله يا رب تزور هالغمه عنا. انا ما عم احكي عن شيء خيالي، عم احكي عن واقع. ومثل ما قلنا الايطاليين عملوا وكانوا مرقوا بهذا الوضع قبلنا وقدروا يسيطروا على الموضوع، والحمد لله هلا وضعهم منيح. انا هذا اللي بدي احكيه اليوم صراحه، ما عاد عندي شيء ثاني احكيه. ما بعرف اذا في اسئله ثانيه، يعني كلها اسئله تفصيليه مره ثانيه. معك حراره، ما معك حراره، معك اسهال، ما معك اسهال، معك اعراض تنفسيه جريب او التهاب بلعوم، كورونا حتى يثبت العكس. وما دام ما في مسحات ما حيثبت العكس، وحتى لو ثبت العكس ما دام في اعراض بنعامل من 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 تعامل معها على انها كورونا، احتمال يكون الاختبار سلبي بالمناسبه، وهذا الشيء بامريكا انا شايفه كثير.
مريض جاي باعراض كورونا وصفيه مثل المتوقعه قريب او اسهال، بينعمل له الاختبار بيطلع سلبي، بعد فتره بينعاد بينعمل له بيطلع ايجابي، تعامل مع الموضوع انه كورونا، وهذا هو المطلوب، هذا هو اللي ان شاء الله بيمنع الاصابه. كل شخص، اظن هذا حكي قديم ماني متابعه، كل شخص مصاب بكورونا اذا ما التزم بالعزل وطلع للمجتمع ممكن يعدي 90 شخص. فمتخيلين انه اذا عدينا 90 شخص، كل اول واحد عدى 90 وال90 ثاني كل واحد منهم عدى 90، 90 ضرب 90، خلال عده ايام هذا عدى نص المدينه. هذا بخاخات الربو بتحسين الاكسجه، والله هلا بخاخات الربو لمريض ما عنده بخاخات الربو شو بتعمل بخاخات الربو؟ خليني ارجع على السؤال. بخاخات الربو هي مضاد تشنج للقصبات. بخاخ الربو هو مضاد تشنج للقصبات، لما يكون في القصبات مسكره تاخذ بخاخ الربو فهي بتفتح القصبات. ما دام ما في تشنج بالقصبات بخاخ الربو ما بيفيد. هي جواب السؤال. فجواب السؤال مره ثانيه، هل تساعد بخاخات الربو في تحسين الاكسجه طوال ما في تشنج قصبات؟ بخاخات الربو ما بتفيد، ما منصوح باستخدامها. مريض ربو عنده تشنج قصبات، معه أكسجة، نقص اكسجه او ما معه، طبعا حياخذ بخاخ الربو اكيد. والله انا بعتذر عن اجابه عن بقيه الاسئله، اظني جاوبت على عدد كافي من الاسئله. ما بعرف اذا الاخ حسين معانا، بتشكره جزيل الشكر على الفرصه اللي اتاحها لي. اتواصل معكم مجددا ان شاء الله يا رب، ربي يحميكم وان شاء الله يكون خلينا نقول تزول هالغمه عنا. للامانه الوضع سيء، ما هو وضع جيد. كل يوم عم نسمع اخبار أسوأ من اليوم اللي قبله، كل يوم عم نفقد احبابنا واعزائنا واساتذتنا. امبارح سمعت وفاة الدكتور تمام الاشقر، كان استاذي، والله جدا زعلت لما سمعت الخبر. وقبله سمعنا، كل يوم نسمع الزملاء. فاتمنى منكم انكم تتذكروا مثال السفينه، لو انه نحن اخذنا على ايد هذا الشخص اللي عم يكسر فيها، هو ما حيأذي نفسه، حيغرق كل السفينه. فبدك المجتمع، بدك تطلع من الغمه اللي نازله علينا، بدك كل انسان يقوم بدوره. جزاكم الله خيرا على استضافتي، وان شاء الله ما اكون ضيف ثقيل دم عليكم، ان شاء الله يا رب يكون الوضع جيد. وهيك بكون اظني نهينا. فاخي حسين اذا معي انت، اذا بتحب انه نضيف اي شيء، ما بعرف اذا حسين الدكتور حسين بتقدر تكتب لي اذا بدك. طيب جزاكم الله خيرا، بستأذن منكم، السلام عليكم.